اهلا من جديد مشاهدينا باجمل المشاهد في المستطيل الاخضر، الاهداف والكعبيات والمهارات. ندخل الى الرياضه ونرحب بمحمد عوض. سعداء باستمرار هذه الوشاج والعلايق. نعم، صح. مرحب بك حسام وحمزه، مرحب بمشاهدي الشروق، صباح الخير عليكم. واهداف جميله طبعا. طبعا جدا. يعني الكعبيات دي سمحه كذا، هو نعم جميلة، يهدف بالكعبيات او يمرر بالكعبيات. انا اخر اخر هدف جبته انا في المباراه كان بالكعب بالمناسبه. والله نعم، اخر هدف انا جبته خلاص. انا ممكن اصدق وممكن المشاهد يشوف بالعمل اللي كان. انا مصدق بس الحمد لله واثق من امكانياتي. طيب، مباشره ل يعني نتحدث عن المنتخب الوطني، عنده عدد من التجارب الوديه قبل مواجهه الصومال في بطوله السيكاف يا حمد. نعم، منتخبنا الوطني الرديف ده هو الرديف، المنتخب الوطني الاول مشارك في بطولة سيكاف القادمة. انا بعتبره يعني عامل اعداد لا بأس به للبطولة، خاصة انه يعني الجهاز الفني اختار عدد من اللاعبين بيلعبوا في اندية الدرجة الثانية والاولى واندية الممتاز، لاعبين غير مختارين في القائمة بتاعت الفريق القومي الاول اللي بيلعب في تصفيات كاس الامم الافريقيه الكان وتصفيات كاس العالم، واللاعبين المشاركين مع الهلال في البطوله الافريقيه. بعتبره يعني ده يعني حيكون يعني مغذي للفريق الاول للمباراه المقبله. صراحه يعني ادى عدد من التجارب الوديه، اخيرا كان مع كوبر بالامس على ملعب الاكاديميه، والقرعه اوقعته مع جنوب السودان ومع الصومال، منتخبين الناس ما تستهين بهم. منتخب جنوب السودان ماشي في تطور كبير جدا، بيشارك في بطوله كاس تصفيات الامم الافريقيه، ضم عدد من اللاعبين يعني اللاعبين الصغار المتميزين جدا والمحترفين في كينيا ويوغندا وتنزانيا. ايضا المنتخب الصومالي يعني لديه عدد من اللاعبين المحترفين في الانديه الخليجيه وفي انديه الدرجه الثانيه، في سواء كان في بريطانيا او استراليا، استعان بهم للمشاركه في بطوله سيكاف. وانا بعتبر يعني ده اعداد كويس لمنتخبنا بغض النظر عن النتائج، لكن اعداد متميز جدا للاعبين الصغار ديل اللي حيكونوا زي ما قلت نواه للفريق الاول المشارك في تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه. نذهب مباشره الى ثاني الاخبار. معنا المريخ يتوجه الى عطبره اليوم لمواجهه اهليها غدا في الممتاز، والتواصل مسلسل مباريات الدوري الممتاز في ذات الصياغه. يمكن مجلس النادي يعين عدد من المسؤولين في دائره الاحتراف والموارد والمناشط، وهذه يعني نضع تحتها خط ليس باحمر خط باخضر، يعني كان احمر للنادي لكن اخضر لهذا الموضوع احتراف، يعني نتحدث في جانب الاحتراف، وتسليم اللاعبين حافز الانتصار ايضا على الفلاح. نعم، بعثه المريخ مفترض يعني تكون الان متجهه الى عطبره لمواجهه الاهلي في بطوله الدوري الممتاز، ومعروف ان المريخ في اخر مبارياته كسب الفلاح عطبره ملعب استاد الخرطوم بهدفين دون مقابل. المريخ بيزعل لانه يقدم اداء متميز جدا في مباريات المتبقيه لبطوله الدوري الممتاز، خاصه بعد المعنويات الكبيره بعد فوزه على الهلال في الاسبوع قبل الماضي، كذلك فوزه على الرابطه كوسي وفوزه على الفلاح، مواصله للانتصارات في مباراه القد. اعتبر بانه المساله بتاعت التعيينات في المريخ انه بيطبق النظام الاساسي يعني بحذافيره. تم تعيين الكابتن ايمن عدار في دائرة الاحتراف كمسؤول عن المحترفين الأجانب، سواء كان في انتداب أو في اللاعبين المحترفين المحليين. كذلك تم تعيين الأستاذ بدر الدين عبد الله في إدارة الموارد،
ودول كلهم يعني صراحة شخصيات مريخية يعني كسبت قبول الجميع في اليومين الماضيين، واعتبر بانه يعني ده نظام جيد جدا. ايضا تعيين ابو اواب مسؤولا عن الاستثمار، ملف الاستثمار في النادي، واعتقد بانه يعني ده ملف يعني كبير جدا، وملف يعني داير عمل كبير جدا. يعني الناس صراحة يعني يشتغلوا على ارض الواقع، ما يكون في تنظير وفي بس مجرد تعيينات فقط. نحن دايرين شغل على ارض الواقع في الفترة القادمة، خاصة انه يعني لا 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 الاندية المحترفة من حولنا يعني بتطبق النظام ده منذ عشرات السنوات للاسف في اندية القمة. يعني بنفقد لهذا العمل الاحترافي الكبير جدا في اندية القمة. واعتبر يعني دي كما تفضلت يا حسام بانه يعني اشاره خضراء لمجلس اداره المريخ، الذي يعني صراحه يعني بتطبق في النظام الاساسي بحذافيره في الفتره الماضيه، ونتمنى لهم التوفيق، وخاصه بعد قاموا بالامس بتحفيز اللاعبين بالحافز المقدم من رئيس النادي لمباراه الفلاح عبرة. ذاته يعني بتدي اللاعبين يعني طموح كبير جدا في انه يعني يواصلوا الانتصارات في بطولة الدوري. طيب، من ملف المريخ لملف الهلال، لكن في الجولة الثانية من دوري ابطال افريقيا دوري المجموعات، الهلال حينازل الاهلي المصري، مباراة حتكون ما بس سهلة لانه الاهلي هو صاحب الاكثر نصيب حظ يعني كأس دوري الابطال. لو تكلمنا عن تدريبات الهلال الان وكيفية استعداده لهذه المباراة. نعم، بعثة الهلال غادرت والأمس إلى القاهرة، وصلت تقريبا أمس، فريق أجرى تدريب، واليوم حيأدي التدريب الرئيسي للمباراة. بالأمس يعني كان التدريب مقفل من قبل الجماهير السودانية والإعلام، يعني للتركيز كثير جدا من قبل الجهاز الفني على مواجهة الأهلي المصري، ومعروف أنه الأهلي خسر أولى مبارياته أمام نجم الساحلي بهدف دون مقابل، لكن صراحة يعني كانت السيطرة كبيرة جدا للأهلي في هذه المباراة، وهدد فريق النجم الساحلي يعني في غريداره تحديدات يعني كانت خطيرة جدا. الأهلي المصري بيفقد عدد من اللاعبين أمثال علي معلول الرباك الأيسر، لكن بعود اللاعب عبد السمير هو من اللاعبين المتميزين جدا. ايضا الاهلي بالامس يعني لعب امام بني سويف في بطوله كاس مصر وفاز بثلاث اهداف مقابل هدف، وعدد من اللاعبه المفترض يشاركوا في التشكيله الرئيسيه لمباراه الهلال ما شاركوا بالامس، المدرب اراحهم لمباراه الجمعه المقبله. فاعتقد بانه يعني مباراه الهلال مباراة صعبة جدا، مباراة انا بفتكرها يعني من على الجهاز الفني يعني يدير هذه المباراة بواقعية شديدة، لانه لو مسكنا خطوط الاهلي المصري بنلقى في كل خط يعني لاعبين متميزين بشكل كبير جدا في هذا الفريق، ونتمنى بانه يعني يقدر الأزرق يعني يعود بنتيجة إيجابية أمام الأهلي المصري، رغم الفروقات الكبيرة يعني بين الناديين في العناصر في الجهاز الفني، برضو يعني في فروقات كبيرة جدا. الأهلي المصري عنده جهاز متكامل، السويسري صاحب قدرات فنية وتكتيكية عالية جدا، إضافة لعدد كبير جدا من اللاعبين لديهم الخبرة الافريقيه، يعني امثال وليد ازارو، اجاي، رمضان صبحي، دول كلهم خبرتهم الافريقيه كبيره جدا، وشاركوا مع المنتخبات بلادهم وشاركوا مع الافريق الغرب. نعم، ما حنمشي بعيد على الهلال ونخفض مباشره الى الكاف اللي هدد الهلال بانه ينقل مباراته القادمه خارج في الابطال، طبعا خارج ملعبه، لعدم الايفاء او التنفيذ لعدد سبعة أو عدد من الشروط، يعني هذه الشروط والملاحظات خاصة بالسلامة، ونعرف دائما ماذا يطلب الكاف
اول فيفا في ملاعب كره القدم. نعم صراحه الكاف في 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 السنه دي بالذات يعني كان مهتم شديد جدا باجراءات السلامه، و يعني في الايام الماضيه قبل اسبوع من الان يعني اوفت مراقب من ليبيا ويعني عمل معاينات لاستاد الهلال، وبعدين اكد بانه يعني خروج الجمهور في الـ في الـ بعد المباراه يعني مفترض انه يعني يكون بسلاسه، الابواب تفتح الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني حتى يعني يغادر الجمهور بسلامه. ايضا الممرات بتاعه دخول اللاعبين يعني برضو يعني ما في سيفتي على اللاعبين الفريقين، ايضا الممر بتاع الحكام وغرف الحكام برضو عمل فيها ملاحظات كثيره جدا. وبعدين الكاف يعني خاطب الهلال بانهم هل يعني تم تنفيذ الشروط الوضع عليكم المراقب، فلم يكن هناك رد، ارسل بالامس خطاب يعني اذا لم تنفذ الملاحظ السبعه سيحرم الفريق من اداء مباراته المقبله على ملعبه الى اي ارض محايده. فافتكر بانه يعني على اداره الهلال ان تكون جاده في مزعاها في تطوير هذه الملاحظ او ان يتم يعني صراحه العمل فيها بشكل كبير حتى لا يتاثر الفريق في مباراته المقبله بنقلها الى خارج السودان. احنا مقدرين جدا، الله كثر خيرك، محل النوافذ الرياضيه من خلال صباح الشروق الصحفي والمحل الرياضي، كثر خيرك يا محمد. شكرا جزيلا. شكرا، مقدرين.